والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي مع تطبيقات على أدب مدرسة الإحياء والبعث وجيل التطوير من كتابنا كتاب البرهان صفحة 55. قال علي الجارم: ملكوا الأرض لم يسيئوا إلى شعب ولم يحكموه حكم العبيد، هم جدودي وأين مثل جدود، صدم فاخر بالجدود. في هذه الأبيات يفتخر علي الجارم بالأجداد القدماء وبطريقة حكمهم السليمة التي كانت تعطي الشعب حريته وتعطي الشعب حياة كريمة، فاخر بهم على مر الأجيال. استنتج السمة التي اتضعت في هذين البيتين من سمات المدرسة الكلاسيكية التنديد بالاحتلال ومظالمه وحث الشعب على الثورة، الموائمة بين تراث الأجداد والالتفات إلى ثقافة العصر، ترسيخ الإحساس بماضينا العريق، معالجة مشكلات الوطن الاجتماعية. في هذه الأبيات لم يتعرض لمشكلة اجتماعية ولم يعمل موائمة بين تراث الأجداد والالتفات إلى ثقافة العصر، ولا هناك تنديد بالاستعمار، وطبعا ترسيخ الإحساس بماضينا العريق، لأنه يفتخر بالقدماء المصريين والحضارة الفرعونية التي كانت من أقدم الحضارات التي كانت موجودة في العالم. يبقى واحد هناخد رقم جيم. إن قال الشريف الرضي: نغير العلا من القلى والتجنب، ولولا العلا ما كنت في الحب أرغب. وقال البارودي: سواي بتحنان الأغاريد يطرب، وغيري باللذات يلهو ويعجب. الشريف الرضي يتكلم أنه يعني لا يتطلع إلى العلا، وأنه يرغب في الحب من أجل تحقيق القيم الإنسانية. البارودي يرد عليه أنه يحن للغريب لكي يطرب ويطرب غيره باللذات ويلهو ويعجب. سنتج في ضوء قراءتك للبيتين الطريقة التي اتخذها البارودي للتعبير عن فكرته: المساجلة الشعرية، المعارضة الشعرية، السرقة الأدبية، النزعة البيانية. الفروق الأدبية في الأدب العربي: الفرق بين المعارضة الشعرية والسرقة الشعرية والاقتباس. المعارضة الشعرية في الشعر أن ينظم شاعر قصيدة يحاكي فيها قصيدة شاعر آخر مستعملا نفس البحر ونفس القافية، وذلك لإعجابه بها مع حرصه على أن يفوق نظم القصيدة النموذج براعة وجمالا. من الشعراء الذين اشتهروا بالمعارضة وأمير الشعراء أحمد شوقي. السرقة الشعرية هي أن يأخذ الشاعر قصيدة أو عمل لشاعر آخر وينسبه إلى نفسه دون أن يشير أو يعترف بذلك. والسرقة قد تكون سرقة ألفاظ أو سرقة معاني أو سرقة الألفاظ والمعاني، وهذا يسمى السرقة الفكرية أو الأدبية أو السرقة الشعرية إذا كان الإنسان يسرق شعرا من الآخرين وينسبه لنفسه. الاقتباس لغة واصطلاحا: فالمعنى المناسب هو الأخذ ونقل القول عن الآخرين بغض النظر عن استخدامه، كما أنه تكرار لقول أو عبارات دون الإشارة إلى. بعد أن عرفت الفروق بين المساجلة والمعارضة والسرقة، حبيت أوضحها لك كده توضيح عام. فهنا طبعا معارضة شعرية، لأن أحمد شوقي وجيل مدرسة التطوير ومدرسة الإحياء والبعث كان من سماتها المعارضة الشعرية. والمعارضة الشعرية أن يقول شاعر قصيدة لشاعر سابق على نفس الوزن ونفس القافية ويزيد عليها في المعاني. يبقى احنا اتنين هناخد رقم جيم. ثلاثة: قال أحمد محرم: الدين لله العلي، وإنما دين الحياة تودد ووئام، إنما لمصر على تقلب أمرها أبناؤها الموفون والخدام. هنا يذكر أن الدين لله سبحانه وتعالى يسود الحياة والود والمحبة والمؤام بين البشر
بصرف النظر عن ديانتهم، وأن مصر أبناؤه عايشون لها أوفياء كرام. استنتج من البيتين عاملا كان له تأثير في تطوير شعر الكلاسيكية الجديدة الإيمان بفكرة الجامعة الإسلامية رمزا لوحدة المسلمين، الإيمان بوحدة الأمة المصرية من مسلمين وأقباط، حث الشعب على الثورة ومناضلة الاستعمار، استقبالهم تغيير الحياة في الثقافة والتعليم. هنا طبعا يعني هو رغم أنه استقبال التغيير في الحياة، ولكن هو طبعا لم يشر إليها في الأبيات، ولا حث الشعب على الثورة، لأن هنا طبعا لا يتحدث عن الثورة، ولكن هنا ولا إمام بفكرة الجامعة الإسلامية، هو هنا يتحدث عن الأمة المصرية، وأن يتحدث عن الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط. يقول أن الدين لله، كما كان يقول الزعيم سعد الزغلول، الدين لله والوطن للجميع. فهو هنا يقول الدين لله العلي، ودين الحياة أو الذي يسود الحياة الود والمحبة، وأن مصر على مر أجياله مرور الزمان أوفياء وقداما له. يبقى احنا ثلاثة هناخد رقم باء، الإمام بوحدة بالوحدة الوطنية أو أربعة. مدح البارودي شكيب أرسلان بقوله لك السبق دوني في الفضيلة فاشتمل بحلتها فالفضل للمتقدم، فأجابه شكيب أرسلان مادحا بقوله وأنت الذي لو أنصف الظهر لم يكن لغيرك في العلياء صدر التقدم. طبعا هذه الأبيات تعكس مدى الاحترام المتبادل بين البارودي وشكيب أرسلان. شكيب أرسلان هو أحد تلاميذ بارودي عن طريق المراسلة. شكيب أرسلان شاعر سوري كان يراسل محمود سامي البارودي، وكان يتراسلان معا، وده دليل على الاحترام والحب المتبادل. البارودي يمدحه قائلا أن له السبق في الفضيلة، وأنه هو صاحب الفضل وصاحب التقدم في هذا في مجال الشعر. ويرد عليه شكيب أرسلان أنت صاحب الفضل، وأنت المعلم، وأنت الأستاذ، وأنت لك السبق ولك العلياء. يعبر البيتان السابقان عن أحد الفنون الشعرية هذا حدده، هل معارضة شعرية ولا شعر مناسبات ولا شعر وصف ولا مراسلات؟ طبعا المعارضة الشعرية أن يقول شعر قصيدة ويرد عليه الشعر على نفس الوزن والقافية مزيدا عليها في المعاني. وطبعا المعارضة يشترط أن هي تكون لشاعر قديم وليس حديث. طبعا هنا هنقول أن كان أحد الفنون الشعرية المراسلات الشعرية اللي هي كانت تتم بين محمود سامي البارودي وتلاميذه عن طريق المراسلة، وكان منهم مع شكيب أرسلان. في هذه الأبيات استنتج دلالة ذكر كلمة الدستور في البيت السابق اهتمام الكلاسيكيين بحرية الصحافة، ولا اهتمام الكلاسيكيين بجوانب الإصلاح، ولا تربصهم بالقصر الحاكم وعوانه، عدم ثقتهم بالقضاء والقائمين عليه. طبعا هنا هو لم يتحدث عن القضاء، ما فيش هنا تحديث عن القصر ولا اهتمام بالكلاسيكيين يعني بحرية الصحافة. طالما دستور يبقى اهتمام الكلاسيكيين بجوانب الإصلاح، على أساس الدستور جانب من جوانب الإصلاح السياسي الذي كان يطلبه وينشده الشعب المصري. يبقى ستة خدنا رقم باء. قال أحمد محرم همم الأحرار تحمي موطنا عربيا سيما خسفا وظلم، تنزع الأرزاق من أبنائه وتسل الأرض من فرط النهم. هو طبعا يتحدث عن أن لابد الأحرار يعملوا على حماية وطنهم والدفاع عنه، لأن الأرزاق تنزع من أبنائه وتنهب من قبل الاستعمار. حدد إلى أي مدى سار البيتان في الاتجاه الأدبي الذي سلكه الكلاسيكيون الجدد. خالف البيتان الفكر الكلاسيكي الذي لم يلتزم بأشكال القديم بشكل كلي. اتفق البيتان مع الفكر الكلاسيكي المعبر عن موقفه من تعدد الأحزاب. اتفق البيتان مع رؤية الكلاسيكيين التي تهتم بمشكلات العالم الإسلامي. وافق البيتان رؤية الكلاسيكيين الذين تعرضوا لقضايا الإصلاح الاجتماعي.
هنا طبعا لم يتحدث عن قضية اجتماعية خاصة بالمجتمع المصري، هنا طبعا برضو لا يتكلم عن تعدد الأحزاب ولا يلتزم بأنماط الشكل القديم، هو هنا يتحدث عن العرب والوطن العربي وأنه لابد أن يعمل الأحرار على التخلص من الاستعمار. يبقى البيتان يتفقان مع رؤية الكلاسيكيين التي تهتم بمشكلات العالم الإسلامي. يبقى 7 هناخد رقم جيم. ثانيا لشوقي في نكبة دمشق، لحاها الله أنباء توالت على سمع الولي بما يشق، وقيل معالم التاريخ دكت، وقيل أصابها تلف وحرق. وتحدث عن ما أصاب دمشق ونكبة دمشق في ذلك الوقت، ويتحدث أن معالم التاريخ يعني ضربت ودكت، ومرة يقال أنها تلف ومرة يقال أنها حرق. استنتج كيف عبر البيتان عن أحد العوامل التي ساعدت تلاميذ البارود على التجديد. يشير البيتان إلى عدول شوقي من المديح عن المديح إلى التاريخ، يؤكد البيتان حرص تلاميذ البارود على ترسيخ تراث الأجداد. يؤكد أدل البيتان على وجهة شوقي للتنديد بالاحتلال وكشف مظالمه. يؤكد البيتان حرص تلاميذ البارود على التجارب الذاتية، طبعا هنا لا يتحدث عن تجربة ذاتية ولا ترسيخ تراث الأجداد، وهنا طبعا لا يتحدث عن أي شخصية من شخصيات التاريخ المصري، عشان نقول عدول عن المديح إلى التاريخ. يبقى احنا هناخد وجهة نظر شوقي بالتنديد بالاحتلال وكشف مظالمه، ويوضح كيف كان يعيث الاحتلال في البلاد العربية والإسلامية فسادا. يبقى 8 هناخد رقم جيم. 9 قال محمود سامي البارودي، تمهل ولا تعجل إذا رمت حاجة، فقد يلحق الخسران من يتورط، فذو الحزم يرعى القصد في كل حاجة، وذو الجهل إما مفرط أو مفرط. أبيات من أبيات الحكمة لمحمود سامي البارودي يدعون فيها إلى التمهل وعدم التسرع، والتسرع قد يلحق بصاحبه الخسران، وذو الحزم لابد أن يكون مقتصدا في كل أحواله، وذو الجهل إما يكون مفرط أو مفرط يعني عمله. حدد الأساس المتبع في بناء البيتين لدى مدرسة الإحياء والبعث، الإفراط في الاعتماد على التصوير البياني، التجديد في استعمال اللغة لفظا وتركيبا، شيوع الحكمة في جل قصائدهم، تعدد الفكر في القصيدة الواحدة والقافية. شيوع الحكمة طبعا هنا ده دليل أو يعني أساس متبع في بناء القصيدة، شيوع الحكمة في جل القصائد. هنبتعد عن بعد عن التصوير لأن هنا طبعا لم يصور، والتجديد في استعمال اللغة. يبقى نحن ناخد شيوع الحكمة في جل قصائدهم. وطبعا شعر الحكمة هو أكثر الأبيات الخالدة في الشعر العربي لأنها كثيرة الاستشهاد وسهلة الحفظ. 10 صفحة 57 قال علي الجارم، إيه دار العلوم كنت بمصر في ظلام الدجى ضياء الشهاب، لا تهاب دار العلوم ملما، آفة المجد والعلا أن تهاب. هنا الشاعر يتحدث عن إنشاء الجامعة المصرية، وكان من ضمن الكليات التي كان لها باع طويل في ترسيخ الأدب العربي والمحافظة على اللغة العربية، وهي كلية دار العلوم. استنبطوا عاملا من العوامل التي أثرت في الإبداع الشعري لدى المحافظين من خلال البيتين، إيمانهم بفكرة الجامعة الإسلامية، تأثرهم بإنشاء الجامعة المصرية الأم، موقفهم من قانون حرية الصحافة، دعوة قاسم أمين إلى تحرير المرأة. هذه الأبيات لم تتحدث عن تحرير المرأة، ولا تتحدث عن حرية الصحافة، ولا لم تتناول فكرة الجامعة الإسلامية. أثر الكلاسيكيين بإنشاء الجامعة المصرية الأم اللي هي جامعة الملك فؤاد، التي سميت بعد ذلك بجامعة القاهرة. يبقى هناخد رقم ب 11. قال أحمد شوقي، واقرأوا تاريخكم واحتفظوا بفصيح جاءكم من فصحاء. طبعا هنا دعوة من أحمد شوقي إلى
الاهتمام بالتاريخ والمحافظة عليه العبر منهم. سنتج من الأبيات سمة من سمات شعر شوقي، اتجه إلى التاريخ والإصلاح الاجتماعي، ربطه المضمون بالذات وقضايا العصر، ترسيخ الإحساس بتراث الأجداد، انفتاحه على الثقافات الغربية. طبعا هو لم يتحدث عن الانفتاح على الثقافة الغربية ولا ربط المضمون بالذات، وهنا لم إذا كان بيذكر شخصيات زي توت عنخ آمون أي شخصية فرعونية، فهنا نقول عدل عن المديح إلى التاريخ، ولكن هنا ترسيخ الإحساس بتراث الأجداد. يبقى احنا 11 هناخد رقم جيم. 12 لأحمد محرم، وأتى ابن الخطاب يؤمن بالله ويختار دينه المأثور، قال كلا لم يعبد الله سرا نور دينه مستورا. هنا طبعا يتحدث أحمد محرم عن إسلام سيدنا عمر بن الخطاب، وأنه منذ إسلامه كما يقولون كان إسلامه فتحا، تحولت الدعوة الإسلامية من السر إلى الجهر. يكشف البيتان عن أحد مظاهر التطور في شعر تلاميذ البارودي، حدده وجهة بعض تلاميذ البارودي بالشعر وجهة ذاتية، عناية بعض تلاميذ البارودي بالشعر المسرحي، وجهة تلاميذ البارودي للتعبير عن منجزات العصر، عناية بعض تلاميذ البارودي بالشعر الملحمي. تلاميذ البارودي بالشعر وجهة ذاتية إذا كان الشاعر يعبر عن تجربة ذاتية مر بها، يبقى نقول وجهة ذاتية، هو يتحدث عن شيء إسلامي. بعض التلاميذ البارودي بالشعر المسرحي إذا كنا بنتكلم عن أحمد شوقي، وجهة التلاميذ للتعبير عن منجزات العصر مثل الطائرة والسفينة وخلافه، هو طبعا لا يتحدث عن ذلك، وجهة أو عناية بعض تلاميذ البارودي بالشعر الملحمي. وعايزك طالما أحمد محرم وبيتكلم عن الإسلام والمسلمين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والغزوات، يبقى الشعر الملحمي القصصي، لأن أحمد محرم هو رائد الشعر الملحمي القصصي، وألف الإلياذة الإسلامية، وطبعا بنقول عليها الشعر ملحمي قصصي. يبقى 12 هناخد رقم دال. 12 دال. 13 قال القاظمي لسنا بني العلياء إن لم نعد أوطاننا على طرب وانتعاش، لم أرى عذرا لحسام إذا ما اتسع الخطب وضاق المعاش. هنا يعني يدعو الشاعر أو يعني يقول الشاعر أنهم لن يكونوا من أصحاب العلا طالما أن إذا لم تعد أوطانهم إلى حالة الرخاء وحالة الانتعاش، لأنه يعني أصبح العيش صعبا على المجتمع في ذلك الوقت. استنتج في ضوء فهمك البيت سمة من سمات مدرسة الإحياء والبعث التجديد في الشكل وربط المضمون بالذات، استلهام النماذج البيانية القديمة مثلا أعلى لهم في شعرهم، الإيمان بالنضال الوطني وترسيخ الإحساس بعظمة ماضينا، استمداد الشكل والمضمون من القديم. طبعا هنا هنستبعد استمداد الشكل والمضمون من القديم، هنستبعد التجديد في الشكل وربط المضمون بالذات لأن هنا لا يتحدث عن تجربة ذاتية، استلهام النماذج لأن هو بعيد عن التصوير، هو الإيمان بالنضال الوطني وترسيخ الإحساس بماضينا العريق. 12 قال حافظ إبراهيم ولو وفى بالزكاة من جمع الدنيا وأهوى على اقتناء الحطام، ما شك الجوع معدم أو تصدى لركوب الشرور والآثام. حافظ إبراهيم يتحدث عن حالة المجتمع الاقتصادية المتردية في ذلك الوقت وجشع الأغنياء وبخلهم بأداء الزكاة، ويقول أن هذه الزكاة إذا أديت سوف تغير من حال المجتمع. حدد في ضوء فهمك البيتين هل تحققت سمة معالجة مشكلات المجتمع لدى الشعراء الإحياء والبعث ومظاهر ذلك؟ لم تتحقق، فالشاعر تحدث عن قضية دينية يبرز فيها قيمة الزكاة. طبعا الشاعر هنا لم يبرز قيمة الزكاة فقط، ولكن أبرز قيمة أثر الزكاة على المجتمع. لم تتحقق، فالبيتان يتناولان أثر إخراج الزكاة في تحققت، فالبيتان يتناولان أثر إخراج الزكاة على أبناء الوطن. طبعا هنا يتحدث عن أثر الزكاة
وإن لو جميع الأغنياء أدوا ما عليهم من زكاة لم يعد في الأرض معدم يشكو من الجوع أو يشكو من الفقر. لم تتحقق في البيتين وضح عاقبة الغني، وطبعا لم يتكلم عن عاقبة الغنى أو الغني. تحققت في الشعر يشير إلى معاقبة الأغنياء الذين يحرمون، يبقى أنا هناخد رقم باء، يتناولان أثر إخراج الزكاة في حياة أبناء الوطن. جميع الأغنياء أدوا ما عليهم من زكاة ما عاد في الوطن محرومون ولا فقراء. أيشتكي الفقر غادينا ورائحنا ونحن نمشي على أرض من الذهب، والقوم في مصر كالإسفنج قد ظفرت بالماء لم يتركوا درعا لمحتلبي. طبعا هو برضو يتحدث عن حالة المجتمع المصري المتردية، ويقول أن الشعب المصري يشكو من الفقر ويشكو غاديا أو رائحا ويشكو في كل وقت من الفقر، رغم أنه يعيش على أو يعيشون على أرض من الذهب. والعدو أو الاحتلال لم يترك شيئا في أرض مصر إلا قضى عليه ونهبه. استنتج من البيتين دافعا من دوافع اتجاه الكلاسيكيين إلى التجديد، موقفهم من جوانب الإصلاح السياسي، موقفهم من جوانب الإصلاح الاجتماعي، اهتمامهم بعلاج مشكلات مجتمعهم، التنديد بالاحتلال الإنجليزي ومظالمه. طبعا هنا يتحدث عن مظالم الاحتلال والحالة الاقتصادية للبلاد في ذلك الوقت. يبقى احنا هناخد رقم دان 16. لشوقي في رساء جدته خلقنا للحياة وللممات، ومن هذين كل الحادثات، ومن يولد يعيش ويمت كأن لم يمر خياله بالكائنات. هذه أبيات جميلة في رساء جدته، يتحدث فيها أن الإنسان خلق للحياة والموت، وأن هذه نهاية الحياة، وأنها الحقيقة التي لا ينكرها أي إنسان. استنتج من البيتين ما يدل على عدم تخلي شوقي عن القديم. اقتبس من التراث بعض ألفاظ وصور خيالية تتفق عاطفة الألم، طبعا عن الصور البيانية. وصف فكرة التجريد في التأكيد على أن الموت مآل كل إنسان. طبعا فكرة التجريد أن ينتزع الشاعر من نفسه إنسانا ويخاطبه، هو طبعا هنا لا يخاطب نفسه. أفسح المجال لتجربة ذاتية تكشف مشاعر حزن عن جدته. وظف الحكمة الشعرية في الكشف عن رؤيته لثنائية الحياة والموت، مما يدل على عدم تخلي شوق عن القديم، عن رؤيته لثنائية الحياة والموت. أكثر الدليل من يولد يعيش ويمت كأن لم يمر خياله بالكائنات، يعني الحياة لحظة كما يقولون. 17. قال أحمد محرم يا رسول الله هذا حمزة أترى عيناك منه المصرع، إنه عمك فانظر بطنه كيف شقوه وعاسوا في المعين. هو يتحدث عن مقتل سيدنا حمزة في غزوة أحد. استنتج من البيتين مظهرا من مظاهر التجديد عند قائلهما، التنديد بالمحتل وفتح جرائمه، تطوير الشعر للقصص التاريخي، الاتجاه في الشعر اتجاها إسلاميا بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخاذ القصة وسيلة للتعبير عن عواطفه وأفكاره. من اتخذ القصة وسيلة للتعبير هو أحمد شوقي. الاتجاه في الشعر اتجاه إسلامي هو أحمد شوقي. التنديد بالاحتلال وفتح جرائمه طبعا هو لا يتحدث عن المحتل، ولكن تطويع الشعر للقصص التاريخي. يبقى 17 خدنا رقم باء، تطوير الشعر للقصص التاريخي. 18. قال حافظ إبراهيم سلام على الإسلام بعد محمد، سلام على أيامه النضرات، لقد كنت أخشى عادي الموت قبله فأصبحت أخشى أن تطول حياتي، فوالها في والقبر بيني وبينه على نظرة من تلك النظرات. استنتج ملمحا من ملامح التقليد عند الكلاسيكيين من خلال فهمك الأبيات السابقة، الميل إلى الحزن والألم واليأس والتشاؤم، ده تبعا المدرسة الرومانتيكية. الاتجاه بالشعر وجهة إسلامية تاريخية
هنقول ده أحمد شوقي. العناية بجلال الصياغة والتجارب الذاتية، هو طبعا هنا لا يتحدث عن تجربة ذاتية. الاهتمام بالمناسبات الاجتماعية والمجاملات، هو طبعا يتحدث عن مناسبة اجتماعية ومجاملات، يبقى 18 هناخد رقم دال. 19 قال محمد عبد المطلب: وإنما هذه الأيام مزرعة، الناس غرس لها والعالم الثمر. سنتج من البيت ما يؤكد عدم اقتصار تلاميذ البارودي على المحاكاة. وصف الطبيعة: الميل إلى أسلوب الحكمة، جلال الصياغة وروعة البيان، روعة الموسيقى وذاتية التجربة. طبعا ما يؤكد عدم اقتصار تلاميذ البارودة على التجديد، جلال الصياغة وروعة البيان. يعني استخدام الصور الجزئية والصور البيانية الجميلة المبتكرة. صفحة 59 قال أحمد شوقي: المال في الدنيا منازل نقلة، من أين جئت له بدار مقام؟ إيوانا كركن النجم، لم يضرب على كسرى ولا بهرام. طبعا هنا يتحدث عن دار بنك النيل ودور طلعت حرب في بناء وتأسيس بنك مصر. بين من البيتين مظهر من مظاهر التجديد لدى شوقي. وصف المنجزات العصرية: العدول عن المديح إلى التاريخ، الاهتمام بشعر المناسبات، تطويع الشعر للمشكلات الاقتصادية. طبعا هنا التحدث عن المنجزات العصرية اللي هي دار بنك مصر وبناء وتأسيس بنك مصر، يبقى هناخد وصف المنجزات العصرية. لا طبعا في مناسبات ولا العدول عن المديح إلى التاريخ. 21 قال حافظ إبراهيم: أيها المسري ألا تكفل، من بات محروما يتيما معسرا، أنت ما يدريك لو أنبته، ربما أطلعت بدرا نيرا. تحدث عن الأغنياء وأنهم يجب أن يكفلوا الأيتام ويحسنوا تربيتهم، وربما يكون هذا اليتيم في يوم من الأيام يكون بدرا نيرا وينفع هذا الإنسان الثري. سنتج من خلال فهمك البيتين السمة التي اتضعت في أدب الكلاسيكيين من حيث الفكرة: تنديد بأطماع الأثرياء وإهمالهم للمحتاجين والفقراء، وطبعا هنا لا يندد، تصوير البؤس والشكوى ومعاناة عذاب الحياة وظلمها، ده طبعا تبع المدرسة الرومانتيكية، رصد مشكلات المجتمع والدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي، تصوير فكرة الاهتمام بالذات، وأنا طبعا هنا يتحدث عن الذات، وكده يصور مشكلة من مشكلات المجتمع ويدعو إلى الإصلاح الاجتماعي ورعاية الأيتام والفقراء. 21 خد نجيم. 22 قال حافظ إبراهيم: فتقلبت في الشقاء زمانا وتنقلت في الخطوب الجسام، فلهذا وقفت أستعطف الناس على البائسين في كل عام. من مظاهر التجديد في جيل التطوير وجهتهم الذاتية في بعض أشعارهم، وضح إلى أي مدى أكسب الشاعر البيتين بعدا ذاتيا. طبعا انصرف الشاعر عن نفسه موجها سهام نقد لمساد المجتمع من شقاء، ولم ينصرف عن نفسه ولم يوجه سهام نقده إلى المجتمع. معاناة الشاعر من رؤية البائسين زادته انسلاخا عن أوجاعه الذاتية في ماضيه. جسد الشعر الشقاء والخطوب مقتصرا عن عرض معاناة الذاتية في التقلب بينهما. معاناة الشعر الذاتية من الحرمان شكلت منطلقا للدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي. طبعا هو لا يتحدث عن معاناة الشعر من رؤية البائسين ولا بيجسد الشقاء والخطوب مقتصر على عرض معاناته. وطبعا معاناة الشعر الذاتية، أنا أقول لك: فتقلبت في الشقاء زمانا وتنقلت في الخطوب الجسام، أي أنه يصور حالته أنه كان يعيش في شقاء وفي فقر وفي تعاسة وتمر به الحوادث الشديدة. لذلك هو عندما يرى فقيرا أو يتيما أو يرى إنسانا بائسا أي مكان،
يشعر بالعطف والشفقة نحوه، ولذلك أصبح يستعطف الناس على البائسين في كل عام. يبقى معاناة الشعر الذاتية من الحرمان شكلت منطلق دعوة إلى الإصلاح الاجتماعي. قال أحمد شوقي في الأندلس: عيسى سبيلك رحمة ومحبة في العالمين وعصمة وسلام. وعلق شوقي ضيف على ذلك بقوله: إننا نجده، أي أحمد شوقي، يعنى في شعره بالمسيحية لسبب بسيط، وهو أن قراءه في العربية لم يكونوا جميعا مسلمين، كان منهم المسلم ومنهم المسيحي. استنتج مما سبق أحد العوامل المؤثرة في شعر شوقي: تأثره بالجمهور والصحف، دعوته للوحدة الوطنية بين عنصري الأمة، تأثره بالحركة الوطنية، وجهة تاريخية في بعض أشعاره، طبعا دعوته للوحدة الوطنية بين عنصري الأمة المسلمين والمسيحيين. 24 صفحة 60. قال شوقي ضيف عن أحمد شوقي: ولم يلبس الينبوع أن تفجرت منه عين صافية حققت الحلم الذي كان يراود الجيل الجديد. ونقصد الشعر التمثيلي تكره شوقه في العربية، وهذا اللون الجديد لم يصرف النقاد عنه، بل ازدادت العواصف الجامحة هياجا. استنتج من المقولة مظهرا من مظاهر التجديد في شعر أحمد شوقي: تأثره بالجمهور والصحف، وجهته التاريخية في شعره، تأثره بالنقاد والحركة الوطنية، ريادته المسرح الشعري. هذه الفقرة لا يتكلم عن ريادة المسرح الشعري، ولا تأثره بالجمهور والصحف، ولا وجهة تاريخية في شعره، هو تأثره بالنقاد والحركة الوطنية. يبقى 24 هناخد رقم جيم. 20. قال شوقي ضيف عن أحمد شوقي: وأكثر ما كان يصار أن شوقي لم ينجح في تجديده، وأنه لا يزال قصورا شديدا عن بلوغ الآيات الرائعة التي كتبها شعراء الغرب، وكان لذلك أثر كبار في شعر شوقي، وقد كان يشحذ ذهنه، أي يحاول الابتكار والإبداع. 25. استنتج ما تترجم عنه المقولة السابقة: قصور شوقي عن إحداث التجديد في شعره، تأثر أمير الشعراء بالنقاد في عصره، وجه شوقي للاقتباس من الأدب الغربي، تأثر أمير الشعراء بالثقافة التركية. طبعا تأثير أو تأثر أمير الشعراء بالنقد في عصره، يبقى احنا هناخد رقم باء. مع حل نصوص متحررة على أدب المدرسة الكلاسيكية، كتابنا كتاب البرهان صفحة 67. أجب عن الأسئلة الآتية: لشوقي مخاطبا الرئيس الأمريكي روزفلت أثناء زيارته لمدينة أسوان، وواصفا قصر أنس الوجود بعد أن غمرته مياه نهر النيل: أيها المنتحي بأسوان دارا، كالثريا تريد أن تنقضى، اخلع النعل واخفض الطرف، واخشع لا تحاول من آية الدهر غضا، خب تلك القصور في اليم غرقا، ممسكا بعضها من الذعر بعضا، كعذارى أخفينا في الماء بضا، سابحات به وأبدينا بضا، مشرفات على الزوال وكانت مشرفات على الكواكب نهضا، شاب من حولها الزمان وشابت، وشباب الفنون ما زال غضا، رب نقش كأنما نفض الصانع منه اليدين بالأمس نفضا، وخطوط كأنها هد بريم حسنت صنعه طولا وعرضا، الثريا نجم النير، اليم بحر النيل، هد برموش، ريم ظبي أبيض. هنا يتحدث الشاعر عن قصر أنس الوجود، ويقول للرئيس الأمريكي: إذا أو عندما عند دخولي على هذا القصر، أن يخلع عليه ويخفض الطرف ويخشع من عظمة الحضارة المصرية، وأن يقف بتلك القصور كأنها غرقة، يمسك بعضها ببعض، وتشرف على الزوال بعد أن كانت لها النهضة، شاب من حولها الزمان وشابت، يعني هذه القصور وقفت وشمخت عبر الأزمان المختلفة،
وما زال نقشها كأن الصانع نفض منه اليدين بالأمس، وخطوط كأنها هدب هدب ريم حسنت صنعة طولا وعرضا. حدد بما وصف الشاعر دار أسوان في البيت الأول بهاء منظرها وقدرتها على مقاومة الفناء، عراقتها وبقائها رغم تعاقب الحضارات، بعد موقفها عن سائر الديار المصرية، منزلتها الرفيعة رغم إشرافها على الزوال. يبقى هنا وصف الشاعر دار أسوان بمنزلتها الرفيعة رغم إشرافها على الزوال. هناخد رقم دال. 2. بما يوحي تتابع الأمر الموجه للرئيس الأمريكي في البيت الثاني، اخلع النعل واخفض الطرف واخشع، تعاقب أو تتابع الأمر، إطفاء القداسة والتقدير على الآثار المصرية، ابدأ روح التحدي له بوصفه ممثلا للحضارة الحديثة، إطفاء العظمة على فكرة تحول الحضارات، ابدأ روح الترحيب له بوصفه ضيفا من بلاد الغرب. طبعا هنا ليست ابدأ وصف أو ابدأ روح الترحيب ولا فكرة تحول الحضارات. فكرة تحول الحضارات أو حوار الحضارات ظهرت في الفترة أو في العقدين الأخيرين. ابدأ روح التحدي، ما فيش تحدي، يبقى إطفاء القداسة والتقدير على الآثار المصرية، يبقى إطفاء القداسة والتقدير على الآثار المصرية. تلا تحدد المغزى المستنتج من البيت الخامس، مشرفات على الزوال وكانت مشرفات على الكواكب نهضة. التأكيد على أن كل حضارة تأخذ من الماضي وتعطي الحاضر والمستقبل، الإشارة إلى أن لكل حضارة جوانب قوة وتميز وكذلك جوانب ضعف. المقارنة بين الآثار المصرية في موضعها المجيد وبين ما آلت إليه حاضرة. التأكيد على استمرار أثر الحضارة المصرية في الحضارات المعاصرة. هنا طبعا مقارنة بين حالة الآثار المصرية في الماضي وبين ما آلت إليه حاضرا، يبقى احنا هناخد رقم جيم. يبقى 3 خدنا رقم جيم. 4 استخرج من الأبيات لونا بيانيا متأثرا بمفردات البيئة العربية القديمة وبين ما يوحي به. وخطوط كأنها هدب ريم، تشبيه يوحي بتناسق الخطوط وكثافتها. طبعا هدب ريم، الريم ظبي أبيض، والهدب الرموش، وأنا طبعا متأثر بالبيئة العربية. يبقى ألف ممسكا بعضها ببعض من الزعر استعارة مكنية، مفيش تأثر هنا بالحضارة، مفيش تأثر بالبيئة العربية، شاب من حولها الزمان استعارة مكنية توحي بالبقاء والصمود، تلك القصور غلقة استعارة مكنية توحي بالحسرة والألم. يبقى هناخد رقم 4، خدنا رقم ألف، متأثر بمفردات البيئة العربية القديمة وخطوط كأنها هدب ريم. ده كده تشبيه مجمل، تشبيه يوحي بتناسق الخطوط وكثافتها. يبقى 4 خدنا رقم ألف. صفحة 68 من كتابنا كتاب البرهان، استنتج المقصود من قول الشاعر رب نقش كأنما نفض الصانع منه اليدين بالأمس في البيت السابع. بقاء النقوش دون أن يبدو لمرور القرون أثر عليها. قدرة الصانع المصرية على الجمع بين الدقة والسرعة. جمال النقوش نظرا لحداثة انتهاء الصانع من إبداعها. صمود النقوش نظرا لتأخر انتهاء الصانع من إبداعها. طبعا هنا دليل على بقاء النقوش دون أن يبدو لمرور القرون أثر عليها. يبقى احنا خدنا رقم ألف. 6 حدد علاقة البيتين السابع والثامن بالبيت السادس، هل هي تفصيل، هل هي تأكيد، توضيح، نتيجة. تلك القصور في اليم غرقا ممسكا بعضها من الزعر بعضا، كعذارى أخفينا في الماء بضا سابحات به وأبدينا بضا. قصور عظيم يتوافق عاطفة الافتخار بخلود القصور الفرعونية، تصوير معيب فيه تناقض بين الشعور بالذعر والشعور بالمرح، تصوير لا بأس به فيه تناسق بين الشعور بالألم والشعور بالأمل،
تصوير مرفوض بسبب انتزاع الصور الخيالية من التراث القديم، يبقى هنا هنقول تصوير معيب، حيث في تناقض بين الشعور بالذعر والشعور بالمرح. يبقى خدنا رقم 7 خدنا رقم باء. 8 حدد في ضوء البيت السادس سمة أسلوبية مميزة لشوقي. الألفاظ القريبة من العامية، البيانية وحلاوة الموسيقى، تجنب المحسنات المعنوية، الجزالة وغموض المعنى، مما يميز أسلوب أمير الشعراء أحمد شوقي البيانية وحلاوة الموسيقى، أي الصور الجمالية الكثيرة. 8 خدنا رقم باء. 9 استنتج العاطفة المسيطرة على الشعر في الأبيات، الإعجاب بحضارة مصر القديمة والأمل في مقاومتها للفناء، الثورة على التراث القديم والأمل في بناء حضارة مناهضة له، الاحتفاء بعراقة الآثار المصرية والأسى على ما صارت إليه، الافتخار بمهارة الصانع المصري والأمل في دوام إبداعاته. يبقى العاطفة المسيطرة على الشاعر الاحتفاء بالآثار المصرية والأسى على ما صارت إليه. يبقى 9 خدنا رقم جيم. 10 قال أحد الباحثين تعليقا على هذه الأبيات: كان هدف شوقي من الاحتفاء بتاريخ مصر أثناء حديثه عن أنس الوجود هو الوقوف في وجه الاحتلال البريطاني الذي عمد إلى تاريخنا القومي، فحاول أن يطمس معالمه ويباعد بيننا وبين الزهو به حتى لا نستلهمه فنسور. استنتج من ذلك أحد العوامل التي ساعدت شوقي على تجديد اتجاه البارودي: عدول عن مديح رجالات القصر الحاكم وانصراف إلى التاريخ، انفتاحه على الثقافة الغربية واختلاطه بالأجانب، نضاله الوطني الذي عمق وعيه بتراث الأجداد، إيمانه بفكرة الجامعة الإسلامية واعتبارها رمزا لوحدة المسلمين. من العوامل التي ساعدت شوقي على تجديد اتجاه البارودي: نضاله الوطني الذي عمق وعيه بتراث الأجداد. يبقى 10 خدنا رقم جي. أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معي. لو عجبك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم إن شاء الله.